اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم.